إذن من غلاسكو ينضم إلينا محمد الفنيش مراسل الغد. محمد، تتجه أنظار العالم برمته نحو ما ستتمخض عنه هذه القمة المناخية العالمية من مقررات وتوصيات، ماذا عن تعهدات الزعماء حتى الآن وقبل الختام؟ اليوم هو اليوم الاتفاق، وقد يسمى باليوم التاريخي على اعتبار أن أكثر من 100 دولة ستكشف بعد قليل أو بعد لحظات عن اتفاق لحماية الغابات والأشجار في الكوكب. عندما نتحدث عن أكثر من 100 دولة نتحدث عن نسبة 85% من غابات العالم. هذا الاتفاق بحسب التسريبات التي لدينا تم الموافقة عليه من طرف روسيا والصين والبرازيل، هذه الدول التي لم تحضر وكانت هناك تخوفات أن تعارض الأمر. الآن غابة الأمازون اختلف الوضع عندما أصبحت يعني ضمن الاتفاقية. نحن نعلم أن غابة الأمازون تأثيرها كبير بسبب التدمير الذي تتعرض له، وبالتالي بهذا الاتفاق وبهذه الحماية سيقع توازن بين نسبة الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. المسألة الثانية، 28 دولة اتفقوا على رفض الزيوت الصناعية المستخرجة من الأشجار التي يتم قطعها مثل زيت النخيل، زيت الصويا وزيت الكاكاو، وبالتالي هناك اليوم جهد. وهذا الاتفاق ليس اتفاق مثل قمة باريس بل بالتفعيل المباشر. هذا الأمر قد يعطي على الأقل الأريحية للمراقبين ولنشطاء البيئة الذين غضبوا من اتفاق باريس الذي لم يجسد على أرض الواقع بنسبة كبيرة. بحسب تسريب أو بحسب كشف من خطاب بوريس جونسون بشأن هذا الاتفاق، قال أنه تاريخي، أنه اتفاق تاريخي. وبالتالي بوريس جونسون الذي كان يتحدث قبل قليل أنهى كلمته يعتبر أن هذا الاتفاق على الأقل في جانب الأشجار والغابات وحمايتها يعتبر تقدم، ويعتبر كذلك إشارة ملموسة أن زعماء العالم تجنبوا الخلافات السياسية خارج مجال البيئة. هل تعتقد محمد أن هذا هو الفارق الوحيد بين مؤتمر باريس وقمة غلاسكو؟ الفرق الكبير، وهذا يعود إلى نشطاء البيئة وإلى الأمم المتحدة على مستوى مختصون في مجال المناخ، ضغطوا بشكل أكبر أن تكون أفعال لا أقوال، واستخلصوا ذلك من قمة باريس التي كانت قبل 6 سنوات في عام 2015 والتي أعطت الكثير من الاتفاقيات والكثير من التوصيات، لكن التفعيل كان محدود. إن انتبه نشطاء البيئة والمراقبون ومختصو الأمم المتحدة للمناخ بأنه هذه القمة يجب أن تكون فيها أن يكون فيها تفعيل قوي، وهو ما استبقه رئيس الحكومة البريطانية وكذلك ألوك شارما رئيس القمة بأنه لا بد من التفعيل. فبالتالي أصبحنا نلمس قرارات إيجابية ملموسة فيها تعهد بالتفعيل، فيها كذلك اتفاق كنا نتخوف وكان المراقبون يتخوفون من الثلاثي، نتحدث عن روسيا والصين والبرازيل. نعم، كانت هناك خشية من بعض المحللين من مسألة إمكانية تجاهل قمة غلاسكو للدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية، هل لازالت هذه التخوفات موجودة في ظل هذه الاتفاقات وما وصل إليك من تسريبات محمد؟ سؤال مهم جدا، لأن لماذا هذا التعهد الذي تم بالدعم المالي للدول النامية في عام 2009 مع نهايته بحلول عام 2020 لم يتم إلا بنسبة ضئيلة جدا، وبالتالي مداخلات ممثلي الدول النامية أصروا على أنه لابد من دعم مالي لأنهم لا يستطيعون تغيير الطاقة التي لديهم وإن كان إن لم تكن صديقة للبيئة إلى طاقة خضراء إلا بدعم مالي ودعم تكنولوجي، وهذا يحتاج إلى دعم مالي كبير. تعهدت بريطانيا بذلك، لم نلاحظ إشارات قوية من الباقون، لكن الأكيد أن على الأقل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا اتجهوا في هذا الاتجاه، وبالتالي ننتظر أن يكون يوم غد مثلا لربما اتفاق بشأن الدعم المالي بشكل أكبر. الأكيد أنه سيكون هناك اتفاق على الدعم المالي، لكن هل سيكون ب100 مليار دولار المطلوبة أم بنسبة محددة جدا؟
نعم. محمد الفنيش مراسل الغد كنت معنا من غلاسكو، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا من غلاسكو أيضا عبر خدمة سكايب سيد حبيب معلوف متخصص في شؤون البيئة، أهلا ومرحبا بك على شاشة الغد. ربما استمعت لحديث محمد الفنيش، كنا نتحدث حول الفارق بين قمة المناخ في غلاسكو ومؤتمر باريس، هل بدأت تتكشف الأمور شيئا فشيئا الآن بأن الاختلاف كبير بالفعل، وأن قمة المناخ هذا العام في اسكتلندا ربما تحدث خرقا في أزمة التغيرات المناخية سيد حبيب؟ لا لا، وأنا لم أسمع ماذا قاله سيد محمد على المراسل، ولكن حسب متابعتي هناك تفاؤل بمنتجات قمة المناخ في غلاسكو. لا أعتقد ذلك، ليس هناك أي تفاؤل بالخروج من، ممكن أن يصدر إعلانات كما موضوع إعلان عن حماية الغابات، وهذه إعلانات سبق أن صدر مثلها العام 2014 في نيويورك لحماية الغابات. ممكن أن يصدر يعني شيء عن غاز الميثان، ولكن عمليا يتم تجزيء القضايا من أجل الوصول إلى شيء ما، ولكن في العمق ليس المؤشرات كلها سلبية. حتى لو قال بعض المسؤولين الأمريكيين أنهم عادوا إلى الاتفاقية وأن هناك 90 دولة، يجب أن نعرف ما هي 90 دولة وما هي مساهماتها في الانبعاثات العالمية. معروف أن المجموعة 20 التي تساهم في 80% من الانبعاثات العالمية لم تستطع أن تتفق على سنة مرجع، والتي اجتمعت أول من أمس في روما لم تستطع أن تتفق على سنة مرجعية لخفض الانبعاثات. هناك دول تقول عام 2060 ستخفض انبعاثاتها مثل الصين وروسيا، هناك مثل الهند وهي الدولة الثالثة أو الرابعة من تسببها الانبعاثات العالمية، قالت العام 2070 التخلص من بعض انبعاثاتها. إذن ليس هناك سنة مرجعية متفق عليها بين البلدان. هل تجد أن التعهدات ربما غير كافية؟ بالطبع هي غير كافية، وبالطبع لن تكون كافية ولن يتم التوافق عليها، لأن ليس الآن موعد التوافق على هذه. كان يجب اتفاقية باريس هي أن تحدد هذه المعايير وأن تفرض هذه الالتزامات في اتفاقية ملزمة، ولكن الفشل بدأ في اتفاقية باريس عندما لم تنجح الدول في إنتاج اتفاقية ملزمة، لا بل خرجت في ما يسمى المساهمات محددة وطنيا، كل دولة تقول ماذا تستطيع أن تساهم، ولكن لا شيء ملزم لهذه الدول، وليس هناك آلية متفق عليها دوليا للتحقق من تخفيض الانبعاثات العالمية. وهذه أيضا نقطة جوهرية تم الفشل في التوصل إليها في اتفاقية باريس. والآن عندما بدأ موعد تنفيذ اتفاقية باريس بان الآن أين هي الثغرات الأساسية في اتفاقية باريس، والتي كنا سبق أن حذرنا عنها منذ العام 2015، بأن ليس هناك ما يلزم الدول في خفض انبعاثاتها، ليس هناك برنامج زمني موحد لخفض هذه الانبعاثات، هناك مبادرات حول قضايا معينة، هناك مبادرة حول الفحم، أن يتم التخلص من الفحم الحجري في العام 2030 بوصفه الأكثر تلويسا، ولكن يعني مسألة أيضا الحياد الكربوني في عام 2050 سيد حبيب، هل تم الاتفاق عليها بالفعل في مؤتمر باريس، أم أنها كانت الحديث عنها مجرد تصريحات أيضا كما يحدث في قمة المناخ حتى الآن؟ أنها تصريحات، وقلت ذلك أن هذا المعيار لـ 2050 ليس موحدا، قلت أن روسيا، أن الصين على الأقل التي وروسيا التي تسببان في 30% من الانبعاثات العالمية حددوا 2060 وليس 2050. الهند التي تعتبر الدولة الثالثة أو الرابعة من ناحية انبعاثاتها العالمية قالت بال 2070، وأمس صرح وزير الطاقة الهندي، وهنا أخذنا الخبر اليقين من وزير الطاقة وليس من وزير البيئة. فلذلك يعني كل الكلام عن الالتزامات في العام 2050 بالحياد الكربوني هي كلام في الهواء. وجهة النظر الأخرى أن هناك مسؤولية على عاتق هذه الدول المشاركة، والتي يجب وينبغي عليها أن تلتزم في هذا المؤتمر أو في هذه القمة، هي مسؤولة عن شعبها، كيف يمكن أن تحدث التوازن ما بين المستوى المعيشي والجانب الاقتصادي وجانب الحفاظ على البيئة في نفس الوقت سيد حبيب؟ يعني هي لربما على شكل دائرة مفرغة.
هي قالت بأنها حسب اتفاقية باريس بأنها تلتزم أيضا برفض صندوق المناخ بمائة مليار دولار سنويا ابتداء من العام 2020. ونحن الآن انتهينا من العام 2021 ودخلنا في العام 2022 ولن يمتلئ هذا الصندوق المناخ، بمعنى أن ليس هناك من تمويل لتخفيف الانبعاثات. وهنا أيضا سيتم التحجب بالوضع الاقتصادي وبجائحة كورونا لأنها كانت السبب، ولكن ليس هناك نية في معالجة موضوع تغير المناخ المكلف اقتصاديا، ولكن كلفة معالجة التدهور الذي سينجم عن الكوارث المناخية سيكون أكبر بكثير من الخسائر التي ممكن أن تتكبدها الدول لتمويل المناخ، إن من ناحية التخفيف أو من ناحية التكيف مع التغيرات المناخية. وهذه المعادلة لم تقتنع بها الدول بعد، لأن الكوارث هي المتضرر الأكبر. هناك خشية من أن يتم تجاهل الدول النامية ومسألة مواجهة تحديات تغير المناخ، يعني وفكرة تخصيص 100 مليار دولار سنويا للدول النامية، هل تعتقد أن هناك اهتمام حقيقي؟ لطالما كانت الدول النامية هي الخاسر الأكبر في كل هذه المعادلة تاريخيا منذ العام 92، منذ أبرمت أول اتفاقية لتغير المناخ، فهي الخاسر الأكبر لأنها هي الأضعف ولأنها لن تستطيع أن تتكيف مع الكوارث المناخية. لا تزال البلدان المتقدمة صناعيا التي تسببت بهذه الظاهرة منذ الثورة الصناعية لديها قدرة أكبر على التكيف، فهي قد بدأت ببناء نوع من الجدار الإسمنتي على الشواطئ المعرضة للتسونامي ولموجات الفيضانات التي ستحصل، بدأت استعداد لتحاشي هذه الفيضانات من خلال بناء جدران معينة، من خلال تجهيز نفسها بالطواقم الطبية للمعالجة حين تحصل الكوارث. أما في البلدان النامية فهي ستحصل فيها نفس الكوارث وربما أكبر، ولكنها غير مستعدة الآن حتى الآن للتكيف مع هذه المظاهر المتطرفة والتعامل معها، وهنا الكارثة أكبر بالنسبة إلى البلدان النامية بالطبع. ولذلك وهذا بأن الصندوق المناخ سيبقى فارغا، وبأن التزامات بنقل التكنولوجيا تم تجاهلها أيضا على اعتبار أن نقل التكنولوجيا المنقذة للمناخ كان يجب أن تكون على عاتق البلدان المتقدمة، فهي تريد أن تبيعها بيعا التكنولوجيا الجديدة وليس أن تقدمها مجانا للدول النامية كما كان الحديث منذ بداية الحديث عن التغيرات المناخية وموضوع نقل التكنولوجيا بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية. وهذه أيضا نقطة جوهرية لم تعد مطروحة على جدول أعمال القمم حتى عند البلدان النامية. نعم سيد حبيب معلوف متخصص في شؤون البيئة، كنت معنا من غلاسكو، شكرا جزيلا لك.